ارجع تاني نادر، ارجع لبيته العب تاني نادر. ايوه رقم 9 العب كرة كده لكن تروح حط من مصطفى حسن حظك تطلع بره الملعب ضربة مرمى فريق الامل. بيلعب مصطفى كرة ايد ورجل كده، بيلعب محمود تاني اخر قطع زوكا يا ولد يا لعيبة زوكا تاني زوكا رمي التماس. بيلعب علي قاطع الكابتن وائل هيلعب بلال روح يفوق في ظهر بلال يا ولد لعيب يا بلال بيعدي بلال ما فيهاش حاجة نادر. بيسافر الكابتن يشوطه فاول. لا يا راجل هيلعب علي طالع له بلال وفتح له نادر. بيلعب حجاج بتجلي كده للفريق لكن فين يا بلال فين؟ هيلعب مصطفى بيده هيلعب الطويله ولا ايه؟ شايفين ابو ميدو طالع له وهذه المحاضره ابو ميدو. ماشي احمد سامح تاني لكن بيطلع فوكه رمي التماس لفريق كوتشيمير الكوم. هيلعب بلال مقطوعه تاني من كابتن وائل هيلعب فين؟ لكن مقطوعه تاني من بلال ضاغط ابو ميدو يا ولد يا لعيب. رمي التماس لفريق شمير التام بترجع لبيته هيلعب بيته ياخدوا بداره كده لكن فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه يلعب على صفاره الحكم. ماشي حجاج بيصفى شيكو فاول لصالح فريق الامل. هيلعب كريم واقف مستدر كده نادر شايفين على الارض. سلامات يا كابتن وائل. هيلعب كريم لاحمد سامح بيرجع احمد تاني لكن مقطوعه من نادر. ماشي نادر هيشوط ولا يا ولد يا مصطفى يا ولد على الصد يا مصطفى بيطلق مصطفى كده في اول تسديده بيلعب لعلي تاني لكن فين يا علي فين؟ هيلعب مصطفى ما بيريح كده كرة الفوكة لكريم بثقة زايدة كريم ثم مقطوعة تاني من حجاج. هيلعب حجاج لمين؟ حجاج لعلي. ماشي علي لكن كريم بيطلع عارض صالح فريق الامل تخبط في علي كده وهي طالعة. هيلعب احمد سامح والله صعب على الكابتن وائل. هيلعب لمين؟ فتح له ميدو طلع له كريم.